السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح يكون موضوعنا لكل السيدات اللي طلبوا تغطية الشيب، وش هو السر اللي يخلي الشيب تاعنا يتغطى بالألوان الفاتحة كما البلاتين والأشقر وهادو، كي نديرو مثلا أصباغ تكون في الذهبي خاصة في الدوغي، يعني أشقر دوغي وكذا. المهم اليوم راح نعطيكم معلومة بسيطة ولكنها مفيدة جدا. إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة، أنا ليندا، هذه قناة أنوثة تيجيجي لتعليم الحلاقة والتجميل والوصفات الطبيعية. يرجى الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد. كذلك توجد قناتي الثانية في صندوق الوصف، زوروها، ستكون فيها موضوعات مميزة جدا في خصوص الحلاقة والتجميل قريبا. إذا اليوم راح نحكي على الشيب. الشيب هو انواع، كان شيب مثلا واحد عنده 40%، 50%، 60%، 90%، المهم حسب النسبه، لكن هذا لا يهم، هذا على الحلقه الجايه ان شاء الله. احنا اليوم راح نحكوا على الشيب العنيد اللي ما يتغطاش. مثلا انا نحط عليه اي لون ما يتغطاش، علاه؟ لانه احنا نغطوا في الشيب بصبغات محليه، مثلا كيف احنا مثلا عندنا اندريا دوتي وعندنا لوريات، وكما نقولوا احنا ما نعرفوش ليهم لانهم لازم مختص. المهم راح نعطيكم السر في تغطية الشيب. اول حاجة لازم تكونوا تغطوا بفان فوليوم تاع الاوكسيدان، يعني 20 درجة فقط، لانه راح يخلي الشيب يتغطى. اوكي، اذا كان عندكم شيب من فوق فقط ومن تحت، فاعملوا الصبغة اللي تصبغوا بها التحتانية ب 30 فوليوم، واللي في الجذور ديروها ب 20 فوليوم. اذا راح نعطيكم الان المعادلة اللي تخليكم يعني تغطوا الشيب باللون الاشقر يعني بدون اي مشكلة. مثلا انا حابة رقم 6. اوكي، رقم 6 هذا نشوفوه هنا في لوريات او في اي ماركه، مثلا كما قلت لكم، او رقم 22. اوكي، هنا واش راح نعملوا؟ هنا راح نروحوا نختاروا رقم محايد لتغطيه الشيب. واش معناها الرقم المحايد؟ اللي فيه دوبل زيرو، 2-0 للشيب العنيد، 0-1 للشيب العادي. يعني اذا موالفه انت تعملي صبايع ويخرجوا نورمال وتغطى الشيب بصح حبتها يدوم، باش يدوم لازم تخيري بوان صفر. اذا كان شيب عنيد وما يعني ما يتغطاش، تختاروا بوان زوز اصفار. مثلا انا اخترت رقم 6، عطيتك مثال فقط، لازم مثلا تخيروا 6، تخيروا معاها 0-0. اوكي، واذا كان عنيد راح تلقوا في الماركات العالميه مثل كولوراي ولا كولستون ولا غيرها، راح تلقوا 0-0-0، 3 اصفار، او على الاقل كلقيتو 0-1 كما في اندريا دوتي ميكسو 6، تشو رقم 6 من اندريا دوتي مثلا وتخيروا لها 6.0. ان شاء الله تكون يعني المعلومه فادتكم، باه تفهموني يعني علاش، لانه الشعر المصبوغ ليس كالشعر العادي، والشعر الشائب ليس كالشعر العادي، فهميني؟ لذلك تبعوا، راح نعاود لكم المعلومه، باه يعني نشرح لكم المعلومه شرح ويعني وافي باه تفهموا. اول حاجه البنات، كيكون عندكم شيب عنيد تخيروا 0-0-3، يعني 3 اصفار بعد السبعة ولا بعد الستة ولا بعد الخمسة. واذا كان الشيب تاعكم عادي فتخايروا مثلا 6 وتروحوا تجيبوا 6.0، ولا خيرتوا 7.0، معاها 7 فقط. عليه؟ باش تعملوا تركيبة اللون الحيادي اللي هو اللي فيه 2 اصفار، باه تغطوا الشيب تاعكم وتخرج النتيجة هائلة. الان المعلومة الاخيرة قبل ان نقفل الفيديو هذا، انه دائما تخايروا الفوليوم تاع الاوكسيدان 30 فوليوم. اذا كان عندكم الشيب فقط في الجذور، ما تبقوش تصبغوا في شعركم كامل، جيبوا تيوب ولا زوج في الدار، ديما خلطوا على قد الجذور وصبغوا الجذور فقط، ما تبقوش يعني تهلكوا في شعركم. مثلا انا عندي الشيب في الجذور، ما نروحش نزيد نصبغ شعري من تحت، لا، اصبغوا فقط الجذور لانه الشيب يطلع بسرعه. بهذه الطريقه راح تحافظوا عليه. كي تصبغوا الالوان الاشقرات، ديما خيروا اللون المحايد، 7 عندها 7.0 ولا 7.2 اصفار ولا 7.3 اصفار، تفهمنا؟ كان هذا هو فيديو اليوم على تغطية الشيب اسراره، فنتمنى يعني تعملوا بهذه النصيحة وروحوا اصبغوا باللون اللي تحبوه، خاصة هذا 23، هذا كي تلقوا في ماركة 23.0 ميكسوهم مع لوكسيدون. لوكسيدون اللي كي ديما تسقسوني شحال لوكسيدون، كي تغطوا الشيب لازم يكون الكريمة خاثرة كيما تلقوا الكريم، كيما نقولوا احنا كريم دو جور اللي ديروه لوجهكم، ولا الكريمات الماسكات اللي ديروها لشعركم، ما تروحوش يعني تعملوها جارية. جارية لا، جارية اذا كنتي حتعملي به رانساج.
اما اذا درتو خاتر راح يقعد لكم شهر وشهر ونص، وبالتالي راح تحافظوا على اللون تاعكم وهربوا من اللون الاكحل وهربوا لي من الشاطان الغامق بزاف، يعني رقم 2 هذو كل يخرجوا الشيب وما يخرجوش لكم ليماش اذا حبيتوا. مثلا عملت انتم 23 ولا 20 ولا ماشي عارفه انا، ولا اي لون اشقر ذهبي وحبيته يطلع، هاني عطيتكم النتيجه يعني كيف يقولوا لها التركيبه، لانه احنا كي نقروا يعطونا التركيبات اللي نصبغوا بها. كان هذا هو فيديو اليوم البنات، ان شاء الله كان فيديو مفيد. ما تنسوش يعني تحطوا لنا لايك اذا عجبكم، واي استفسار خلوه لي راح نجاوبكم، نحبكم بزاف. تحياتي لكل البنات اللي يدعموا فيا، ميمي من تبسه من قسنطينه صيف باتنا، ام سيف، ام اياد، اختي فتيحه، أختي لينا من المغرب وجدة، يعني البنات كامل تبعوا فيا، كلمتكم طيبة توصلني، راني نحبكم إن شاء الله يا رب. أي واحد عنده أمنية سواء ذرية أو زواج أو عمل، ربي يعطيكم واش تتمنوا كيما تفرحوا فيا على بتعليقاتكم، ربي يفرحكم إن شاء الله. والسلام عليكم.